للوقوف أكثر على الصراع الدائري في اليمن والتقدم الكبير للقوات الشرعية والمقاومة وتراجع ملموس لميليشيا الحوثي، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي شمسان، مرحبا بك. معارك في مأرب وتعز وحجة هي الأعنف منذ مطلع العام الحالي، بما تفسر هذا التحول الكبير والاستراتيجي في تموضع قوات الشرعية والمقاومة على حساب ميليشيا الحوثي؟ أعتقد أن هناك كان تحول في السياسة الأمريكية، انطلق برفع تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وأيضا التحرك باتجاه إيقاف الحرب في اليمن، والضغط على السعودية من خلال الملف اليمني وملف حقوق الإنسان وعدة ملفات لإيجاد تسوية هشة تحقق المصالح الاستراتيجية الأمريكية ولا تحقق الأمن القومي العربي أو اليمني عربيا، بحيث ستكون إيران هي المهدد الأول ولها أذرع في المنطقة وفي أكثر من عاصمة عربية، سيتم استنزاف المنطقة برمتها. وهناك هذه الرسالة جعلت من والحوار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من حيث التفاوض والعروض وكل يستعرض إمكانياته، أدى بالحوثيين أن ينفذوا عمليتين، الأولى تتجه باتجاه رفع مستوى استهداف المملكة العربية السعودية، والثانية التحرك باتجاه الاستيلاء على موارد النفط والغاز بحيث يكون للجماعة سيطرة على الثروات الطبيعية، ومن ثم يمكن لهم أيضا التحرك باتجاه المناطق الجنوبية تحت شعارات أخرى، إخراج الاحتلال وتحقيق الوحدة. وبالتالي هناك أيضا خطاب حسن نصر الله في بيروت الذي كشف أيضا أنهم يريدون الاحتفال خلال فترة يعني في تاريخ الحسين الحوثي بالاحتفال بالسيطرة على مأرب، كل هذا كشف التوجه الحوثي وكشف أن هناك توجه إيراني يوظف هذا التحول الأمريكي لفرض أمر واقع جديد. هذا أدى الأمر الواقع دكتور والمملكة العربية السعودية بشعور دق ناقوس الخطر، مما أدى إلى يعني هذا المواجهة الحاسمة، لأن كان هنالك مشروع للسيطرة على موارد النفط والغاز. نعم، بعض يعني هناك مراقبون عسكريون يعني يصفون الأداء العسكري ميليشيا الحوثي أنه يعني انهيار سريع على عدة جبهات. في هذه النقطة التي ذكرتها، يعني نقطة إيران والدعم الإيراني، إلى أي مدى تعتقد دكتور أن إيران وميليشيا حزب الله سحبت دعمها لميليشيا الحوثي في هذه النقطة؟ لا أعتقد أن هنالك سحب دعم، بالعكس الحوثيين لهم مكانة وأهمية خاصة جدا. كيف يمكن أن يفرطوا بالحوثيين وهم في العمق السعودي وعلى مقربة من الحدود السعودية وقادرين على إيجاد أكثر من كيان عقائد داخل الجغرافيا السعودية، مع توفر ملايين القطع من الأسلحة التي يمكن تزود تلك الجماعات بالأسلحة والتدريب والدعم اللوجستيكي؟ لذلك أعتقد أن وجود إيران في هذا الموقع الجيوستراتيجي المطلع على مبى المندب، المطلع على الثروات، على موقع طريق الحرير، هذا يمكن إيران من السيطرة واللعب دور رئيس. بالتالي اعتقد الدعم في شديد للغاية، وهناك دعم قد تم تأثيثه خلال 6 سنوات من حيث تهريب القطع العسكرية وشراء بعضها تجاريا، إيجاد الحوثيين أيضا تمكنوا من الاستيلاء على الموارد المالية وفتحوا شركات للدعم والمالي والاستثمار، هناك يعني نوع من تغيير الذاكرة الوطنية بذاكرة عقائدية لدى العقائديين، هناك عمل. لكن هذا لا يعني أن الحوثيين مشروع قابل للحياة، الحوثيين مرفوضين مجتمعيا، إذا ما انفجر يعني الصراع داخل منطقة إب ومنطقة أخرى، أعتقد أن الحوثيين إذا ما هناك توجهات حقيقية هذا المشروع الشعب اليمني سيرفضه وسينضم إلى سلطة شرعية. لكن هناك الآن من يفتح جبهات في الجنوب بالتخادم مع الحوثيين بهدف إيقاف هذه المعارك في المناطق الشمالية لإيجاد طرفين، وهناك تخادم بين ما يحدث في المناطق الجنوبية والمعارك في مأرب والجوف وتعز. دكتور عبد الباقي، رغم هذه الانتصارات والتقدم، يأتي اقتحام قصر معاشيق بعدن ليعكر صفو تلك الانتصارات. بداية يعني في هذه النقطة تحديدا، بالنظر إلى طبيعة هذا الهدف، يعني ما طبيعة هذا الهدف؟
هو طبعا كان هناك تصريح واضح في صحيفة الجارديان البريطانية، صرح بها عيد الروس الزبيدي وقال أن من مصلحة المجلس الانتقالي أن يكون هناك الحوثيين ينتصروا في مارب، ليكون هناك طرف في الشمال وطرف في الجنوب، وبالتالي يكمل الاقتصام. اثنين، التخادم، هناك تعاون يمتد إلى 2002 بين الحراك الجنوبي الذي فتح النافذة علي سالم البيض عندما كان في بيروت، وأوجد تعاون وتدريب عسكري وإعلامي ودعم لوجستيكي واستشاري بين حزب الله، وفتحوا علاقات مع إيران، وهناك وثائق وأدبيات تثبت بما فيها مقابلات مع عيد الروس. إيران كان من مصلحتها أن تنزرع وتستنبت في الجغرافيا الشمالية، وأن تجد فاعل آخر أيضا ينهش في السلطة في الجنوب مؤقتا، وهم يعتقدوا أن إيران ستتوقف عند المناطق الشمالية. لذلك ما حدث في المعاشيق، هم مجموعة من النخب والأحزمة التابعة للإمارات دخلت نوع من رسالة محددة، وهم قالوا لديهم، قالوا إن لدينا البيان الأول، وهددوا أن لديهم خيارات مفتوحة. لا يمكن لأي انتفاضة شعبية تدخل هذه السلم. نحن نعلم عندما يكون هناك احتقان يحدث بعض التكسير، بعض الاحتجاج، لأنها تلقائية وعفوية وفيها غضب، لكن هذه كانت مجموعة من الميليشيات التابعة للمجلس الانتقالي وصلت رسالة للسلطة وخففت الضغط وأربكت الحكومة، بحيث حتى لو كان هل يمكن في هذا التوقيت والجيش الوطني والسلطة الشرعية تقود معركة وطنية لإنهاء احتلال في الشمال، تقوم بعمل إضرابات وإعاقة الحكومة وتقول أن هذا انتفاضة شعبية؟ الشعب اليمني في كل الجمهورية اليمنية لا يستلم مرتبات، وهناك من يعيش ظروف صعبة، وبالتالي التوقيت لا يعبر عن حسن النوايا، بل يعبر أنه عملا قصدي للتخفيف على ميليشيات الحوثي ولإرباك السلطة وإضعاف تقدمها في الجغرافية واستعادة مؤسسة الدولة ومعارك التحرير. نعم، من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لك.